السلام عليكم، بخير لاباس. معكم هشام، صالونات مغربية. مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبة لهذا الصالون كاين خدمناه في عين السبع، كما تشوفوا الديبا درناه ورضا كله. انتوما هنا دخلنا الدوب النسال هكا يكون في الديلافي، وهذا طوية من البروكار. جينا هنا حاولنا ناخذوا لي كاري اللي هو ماطلاسي، جا الماطلاسي بلي بومبون، والتالية جا نص نص، واحد بالوردة واحد اني بروكار، والظهر كما تشوفوا معايا اني بروكار، وخدمناه بهذا الكوردون اللي كله حرير. شفتوا بالنسبه لشي حاجه ديال الكوردون اللي هي كلها حرير كما تشوفوا معايا، ما مش نتفى ما والو، صبن ورد. هنا كالدو خدينا كلها طويله بالديلافي، وخدينا عليها لي بونبون. شفتوا حاولنا ناخذوا الظهر ديال الخديه كما تشوفوا معايا، نص كله ديلافي والنص كله بروكار من الارضيه ديال البروكار. وجينا هنا خدينا الورده كلها في لافاس. شفتوا انتما هنا بالنسبه للعود كما تشوفوا النقشه شي حاجه ديزاينو، هذه ديال لا ماشين كما تشوفوا معايا، نفس اللون ديال العود. هنا الماطلة حاولنا نديروها اروند، اروند هي دايره 33 بلا بياس مدى الحياة افي. شفتوا هنا خدينا ليها، درنا ليها الكوان في الصالون، ما كاين طويل وما فيش العرض بزاف، حاولنا ناخذوا ليهم الكوانات. والسداري الوسطاني كما تشوفوا معايا خدينا ليه لي بوند هكا، دخلناهم هنا في هاد الري هنا، وخدينا باندا هنايا، والمعطلة كاملة خدمناها كلها بروكا. شفتوا وكما تشوفوا معايا هنا حاولنا ناخذوا هذا اللي هو الديلافي، وخدمناه ماطلاسي. حنا خدمناه ماطلاسي هكا بلي بومبو. بحال بالنسبه لهذا الماطلاسي هذا، يمكن لك الزواقه اللي بغيتي تنديروها هنايا. هنا الريدو كما تشوفوا معايا، الريدو درنا ليه شي حاجه شونطون، شتيها كلها لاصوا بالفرانجه، بلون براس كما تشوفوا معايا كل حرير. وحاولنا ناخذوا هذا الريدو اللي هو الاولى بروميان شوا ميديكال، شي حاجه واخا ضرب الشمس، بالنسبه للسيده عندها الشمس هنايا كما تشوفوا معايا ما يطرى ليه حتى شي حاجه. شفتوا هانتوما كما تشوفوا معايا الصالون، مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام. تابوناو معنا في امو بلومو هشام في فيسبوك، تابوناو معنا في صالونات مغربيه في اليوتيوب، تابوناو معنا هشام العظيمي في الانستغرام. تديروا هشام العظيمي تطلع لكم الانستغرام ديالنا فيه جميع لي موديل. هذا بروكار كاين عندنا في المحل اللي في الرومبات 20 غشت اللي في ضرب عمر، كما تنقول لكم حنا في الرومبا اللي في ضرب عمر اللي سميتها 20 غشت، حسن صغير 143 تاج تيسي عند هشام المحل اللي مقابل مع البنك الشعبي. وبالنسبه للمحل الاخرين اللي عندنا في سهيل الحسن، واحد لاصق على التجاري وواحد في قيصريه بناني، هو الاول صالونات مغربيه عند هشام. شفتوا بالنسبه لهاد السيده تكلفنا لها بكل شيء الحمد لله، جام هائل هائل هائل، وخدمنا لها غير بالورده في الخديه والورده في الديبار. علاش؟ حيت الصالون كبير شفتوا، جا فيه الطول وجا هائل. من بعد غنحطوا لها ان شاء الله الطبله والزربيه، الزربيه غنديروها الارض باج بالموتيف ديالها اللي داخل فيه داك بحال المارو، شفتوا بحال المارو باش يحمي الزرق. انتوما هنا الخديه اللي درنا نص نص، حاولنا نخدمناها بهذا الكالون هذا شي حاجه باش تجي موديل. شفتوا موجه هائل. يلا بسلام عليكم، وغتلقاو النمره ديالنا في صندوق الوصف، وتابوناو معنا ومرحبا بكم والف مرحبا. وانا غادي ندير لكم فيديوهات جداد ان شاء الله في المحلات التواب اللي جنا جداد. ومرحبا بكم والف مرحبا عند هشام.